طيب، الله يمسيكم بالخير جميعا. اليوم إن شاء الله بدنا نكمل في كتاب Speech and Language Processing، الطبعة الثالثة لدان جيروفسكي وجيمس مارتن. وفي الحقيقة إحنا يعني بدأنا بشابتر 6 بعد يعني موضوع الانترودكشن، إنه تقدر إنه أوكي شرحنا الانترودكشن تمام، وبعديها انتقلنا لموضوع الفيكتور سيمانتكس اند امبيدنج، شرحناه على محاضرتين. اليوم ان شاء الله بدنا نبدا بالنيورال اند نيورال نتوركس اند نيورال لانجويج مودلز تمام. وفي الحقيقة أنت ممكن ترجع يعني لهذا الكتاب، إنه أنا حعملت لك هايلايت للأصفر للشغلات اللي أنت فعلاً أنت محتاج إنه أنت ترجع لها في الكتاب باللون الأصفر. أوكي؟ طيب. الآن بدنا نحكي على النيورال نتورك. النيورال نتورك في الحقيقة يعني أول ما ظهرت إنه كانت في 1943، وكانت إنه الفكرة إنه شيء غريب. أوكي، الفكرة كانت إنه إحنا بدنا نعمل يعني إنه الماشين إنتليجنت، وإنه كيف نعمل الماشين إنتليجنت، إنه يشمل يعني مكان أو يعني العضو اللي بيتمتع بالذكاء في جسم الإنسان هو الدماغ، والدماغ من إيش مكون من مجموعة من الخلايا العصبية. فإحنا بدنا نعمل حاجة اسمها Artificial Neural Network أو خلايا عصبية اصطناعية. وفعلياً الدماغ كيف بيشتغل؟ الدماغ بيشتغل إنه بيتم Activation لهذه الخلايا أو تحفيزها بناء على مدخلات لها. يعني على سبيل المثال انه العين بتشوف، يعني مثلا على سبيل المثال انه يعني المستقبلات في العين بتشوف انه منظر معين تمام، وتنقل الصوره تعطي الاشارات معينه للدماغ، وعلى اساس بيصير في تحفيز معين. انه انا مثلا على سبيل المثال ماشي لقيت اوبجكت قدامي، فبالتالي انه انا باخذ قرار انه انا بدي ازيح عنه الف زي هيك، وانه انا امشي. فالإشارات هذه اللي موجودة في دماغ الإنسان إشارات كهروكيميائية. الآن في الارتيفيشال نيورال نتورك، إنه طب كيف بدنا نعمل هذه الإشارات ونحن نمثلها؟ بدنا نستخدم معادلات رياضية. فهي هذه الفكرة في الموضوع. الأنالوجي اللي موجود هنا إنه بين الارتيفيشال نيورال نتورك والبيولوجيكال نيورال نتورك، إنه هذول الاثنين بنحاول إنه إحنا يعني نعمل فيها شغلات كتيرة متعلقة بالليرنينج. يعني دماغ الإنسان في إيش بيتمتع بالليرنينج. مش عارف يبدو لي. في بيصير إزاحة معينة. طيب خليني أستعمل إغلاق. أوكي. فدماغ الإنسان، يعني خليني أكتب كتابة
عليه على النوت. والبرين إيش بيتمتع؟ بيتمتع بقدرة على التعلم، ميموري، في ذاكرة، في تمام. فبالتالي احنا بدنا نحاول ان احنا ناخذ هذول الشغلات ونحاول انه احنا يعني برضه نطبقها على، خلينا نحكي مش البرين، خلينا نحكي البيولوجيكال نيورال نتورك. فبالتالي احنا بدنا نحاول انه احنا نسقط هذا الكلام على الارتفيشال نيورال نتورك، انه تو دو ذا سيم، انه يكون في عنده القدره على التعلم وانه الميموري. طبعا الميموري يعني طبعا التطبيقات بعد عديدة، وكذلك إنه learning طبعاً إحنا بدنا نستخدمها هنا في سياق the natural language processing. Okay. طيب إحنا بدنا نتفق على مجموعة من المصطلحات، إنه الشبكات الاصطناعية الحديثة هي عبارة عن network مكونة من مجموعة من the small computing units. كل واحدة تأخذ فيكتور of input وبرديوس a single output بهذا الشكل. طبعا تمثيل هذا الشيء يعني خلينا أمثل لك إياه بهذا الشكل، إنه أنت عندك حكينا إنه هي مجموعة من ال inputs مجموعة من الانبوتس زي هيك، تمام، بتاخد يعني انه زي هيك بهذا الشكل، بتاخد انبوت تمام متعدد، او بالاحرى خلينا نحكي نركز على هذا النيورون، بياخد انبوت من هذا النيورون، من هذا النيورون، من هذا النيورون، بس في له اوتبوت واحد، تمام. الآن هذا إنه output neuron إنه بيصير له في presentation لل input feature X بهذا الشكل، وال output هذا نفس ال output تمام بطلع على neuron هذا وبطلع على neuron هذا زي هذا. فهذا هو المقصود بإنه في له single output. single output إنه هذا ال output هيو هنا، وهذا هو نفس ال output برضو بيجي على neuron اللي بعده وهكذا، تمام. طيب هذه بنسميها feed forward neural network. ليش feed forward neural network؟ لأنه ببساطة كل نيورون fully connected متصل بكل النيورونز في الطبقة اللي بعده زي هيك بهذا الشكل، تمام. وهذا النيورون هي متصل بكل النيورونز والطبقة اللي بعده وهكذا، وهذا نفس الشيء زي هيك. هذه الطبقة بدورها برضو نفس الكلام، انه كل نيورون متصل بكل النيورونز اللي في الطبقة التي تليه، وهذا نفس الشيء زي هيك وهكذا. فهذا هو مصطلح انه feed forward neural network، تمام. الآن مصطلح Deep Learning هو الاستخدام الحالي للمودل Neural Network. ليش سميناه Deep Learning؟ لأنه ببساطة جديدة شديدة جدا جدا إنه الـ Network عادة بتكون Deep. شو يعني Deep؟ Have so many layers. طبعا هذا الكلام لغاية 2010 ما كانش متاح. هي الفكرة موجودة في التسعينات بالمناسبة، تمام، ولكن إنه ما كانتش قابلة للتطبيق، لأنه Deep Neural Network إنه يكون في عندك so many layers، هذه شغلة إنه مش يعني صعب إنه أنت تقدر إنه أنت تستخدمها، لأنه بتتطلب computational power عالية جدا ما كانتش متوفرة في هذاك الوقت. طب شو الاختلاف؟ أنا عندي في 2010
اختلف انا عندي في 2010 انه الشركات اللي بتقدم الجرافيك كاردز وفيها موجود الجي بي يو، تمام، اصدرت حاجه اسمها اس دي كي او ديفلوبر اس دي كي، مكنت المطورين من استخدام اس دي كي لكارت الجرافيكس بحيث انه هو يستغل الجي بي يو اللي موجوده، واستغلال الجي بي يو اللي موجوده يعني سرع في الكمبيوتيشن بشكل كبير جدا جدا جدا. طبعا يعني حسب معلومك انه الجرافيك كارد كم كور ممكن يكون موجود فيه؟ يعني شباب، هو اظن ان نفيديا كود صار يعملوا فوق ال 256 كور واكثر بكثير. 300 كور، 256 ايوه كور، بينما السي بي يو العادي تبعك انطرت قديش ممكن يكون؟ هلا صاروا جديد اللي هو المعالجات الجيل العاشر صارت تصل ل 12 كور. 12 كور، إذا كان أنت عندك في السيرفرات ممكن يكون وصل ل 24 لو كانت عندك 2 سي بي يو يعني زي هيك، فبالتالي أنت ما يعني بالعشرات أنت بتحكي لسه قاعد ولسه يعني في بداية العشرات، بينما عندك في الجي بي يو أنت صار في عندك 300 كور. هذا هو الاختلاف في الموضوع أنا عندي، فبالتالي مكن استخدام النيورال نتورك. يعني الديب نيورال نتورك فعليا هي موجودة يعني من التسعينات، ولكن إنه ما كان الريسيرشرز أو الشركات قادرة إنه هي تستخدمها بسبب الكمبيوتيشنال باور العالية اللي تتطلبها، لكن في ظل وجود الـ SD يعني الجرافيك كارس والجي بي يو والاس دي كي إنه نقدر فعلا نستغل هدول الكورس، سرع الكمبيوتيشن بشكل كبير وبالتالي انه صارت انه متاحه. تمام. طيب ايش الوحدات انا عندي في النيورال نتورك؟ في عندي البايس، وفي عندي الفيكتور اللي هو عباره عن هو عباره عن دوت برودكت، تمام، وفي عندي الاكتيفيشن فانكشن. خلينا نحكي عنها، خلينا لغايه البايس والفيكتور. الآن النيورال نتورك إنه أنت بدك تفكر فيها إنه الزي بتساوي البايس زائد حاصل مجموع الإكس الدبليو آي في الإكس آي، تمام؟ فهاي المعادلة مهمة جدا إنه هذه هي اليونت، تمام؟ فبالتالي إنه ده عبارة عن scalar product اللي هو w dot x زائد b، يعني ممكن إنه تكون زي هيك المعادلة. وانت طلعت على شكل النيورون إنه زي هيك، أنا عندي هنا x واحد x اثنين x ثلاثة، تمام، وكل واحدة إنه يعني كل input هذا له weight معين، تمام، وهذا النيورون أنا عندي بيجري عملية حسابية زي ما تشوفت. احنا يعني استعضنا بالاكتيفيشن انا عندي او الشغلة هذه في البيولوجيكال نيورال نتورك بمعادلة رياضية، فالمعادلة الرياضية هذه الناتج تبعها بنطبق عليها الاكتيفيشن فانكشن. هاي الزي بنطبق عليه الاكتيفيشن فانكشن، هذا الاكتيفيشن، تمام، فبطلع انا عندي الواي بهذا الشكل. هاي معنات المعادلة. فبالتالي انت صرت فاهم البايس. البايس ايش هو؟ هاي هذا هو، تمام. فبالتالي انت عندك هو عباره عن حاصل ضرب x1 ضرب w1 x2 ضرب w2 x3 ضرب w3. طب x1 وx2 وx3 شو ممكن تكون؟ انتوا اكيد اخذتوا ماشين ليرنينج وعارفين انه هي ممكن تكون عباره عن فيتشرز، يا اما ممكن تكون انه بيكسلز في صوره، أو ممكن تكون كلمات في تكست، أو ممكن تكون عبارة عن numbers إذا أنت بتتعامل مع structured data. يعني على سبيل المثال أنت أكيد تعاملتوا مع زهرة الأيريس، صح؟ صحيح يا دكتور، تمام. وزهرة الأيريس أنا في عندي أربعة features اللي هو طول البتلة وعرض البتلة وطول السبلة وعرض السبلة، والمطلوب أنه أنت تعرف تصنيف
الزهرة. فبالتالي انه انا عندي x1 x2 x3 x4 وكل هدول من الانبوت لهم ويت معينة تمام، وبجري عليهم عملية حسابية اللي هي عبارة عن summation، وبطبق عليه الاكتيفيشن، بيطلع انا عندي z والz هذا بطبق عليه الاكتيفيشن فانكشن. اوكي، يبقى صرنا عارفين البايس ايش هو. البايس هو عبارة عن constant في المعادلة تمام، والفيكتور هو عبارة عن dot product زي ما حكينا، والاكتيفيشن فانكشن طبعا الاكتيفيشن فانكشن الفكرة تبعتها احنا ما بنقدر انه احنا نتعامل مع الـ يعني الاوتبوت تبعها انه ناخده زي هيك يعني مباشرة، فبدي اطبق عليه اكتيفيشن فانكشن. الاكتيفيشن فانكشن الواي بتساوي الاي بتساوي الاف اوف زي، والواحدة من الاكتيفيشن فانكشن المشهورة والمستخدمة هي السيجمويد. السيجمويد هاي المعادلة تبعتها واحد على واحد زائد e to the power of z تمام، z اللي هو الاوتبوت تبع هذه. اوكي، والشكل تبعها زي هيك بيكون انه الرينج تبعها بين الصفر والواحد بهذا الشكل. فبالتالي انه عند الصفر تقريبا بتكون تقريبا بتكون 0.5 تمام، وأقل من هيك بتكون إنه القيمة بالماينس، وأكبر من هيك بتكون بالزائد يعني بتدرج أكيد بطبيعة الحال. فبالتالي الأوتبوت رينج تبعها بين الصفر والواحد تمام. الآن في عندي activation function تانية اللي اسمها الريلو، اللي هي عبارة عن في activation function تانية غير السيجمويد، يعني في هاي السيجمويد وفي 10H تمام، وفي الريكتيفايد لينير او الريلو، هذه هنشوفها بعد شويه. اوكي، هذه التان اتش هي المعادله تبعتها تمام، وهي الريلو وهي المعادله تبعتها، هي عباره عن ماكس يعني خلى الرينج تبعها هي زي السيجمويد بس خلى الرينج انا عندي من صفر، يعني اذا كانت بالماينس بيصير انه صفر، إذا كانت قيمة الـ Z بالماينس إنه بتصير إنه صفر. هاي الـ 10H تمام على الشمال، والريلو هيها على اليمين. أوكي، بهذا الشكل. فبالتالي إنه اختصارا لهذا الكلام، إنه أنا عندي اليونتس، أنا عندي في النيورال نتورك اللي هي زي ما شايفين في المعادلة هذه تبع النيورال نتورك هذه، إنه أنا عندي x1 في w1 x2 في w2 x3 في w3 زائد ال b، بطلع أنا عندي z وال z بدي أطبق له activation function، وصرنا عارفين إيش المصطلحات هذه كلها. أوكي تمام، الآن ننتقل لل xor problem. وال xor problem إحنا بنعرضها هنا عشان إنه إحنا نعرف نفرق بين linear والنون-لينير بروبلم. طبعا في البدايات يعني انه احنا اول ما حكينا انه الارتفيشال نيورال نتورك انه يعني اول مرة يعني تم طرحها في اواخر الاربعينات، زي ما شفنا في اول الشابتر هنا كان في اواخر او في بدايات الاربعينات 1943 تمام. طبعا كان المقترح انه يكون في عندي حاجة اسمها بيرسبترون. إيش البرسبترون؟ البرسبترون هو عبارة عن very simple neural network وبتعمل binary output تمام؟ وبتستخدم non-linear activation function، وفعلياً إنه فيها two input فقط اللي هو x1 و x2، وبتشتغل على linear problem يعني شكلها إنه كان نيورون واحد زي هيك، إنه هي x1 و x2 وهي ال b تمام، وهي بتطلع لك انه الاوتبوت زي هيك، هي ال y خلينا نعتبره زي هيك تمام. فمكونه من النيورون واحد، النيورون هذا كيف شكله من جوا؟ شكله من جوا زي هيك بالضبط زي ما احنا فصلناه هنا تمام. طيب الان بدي اعتبر انه الانت
يعني انا بدي اعتبر انه انا في عندي تو انبوت يعني غير الاند والاور والاكس اور، بدي اعتبر انا في عندي تو انبوت اكس 1 واكس 2 وانه الانبوت هذول طبيعتهم باينري تمام. فبالتالي شو الكومبينيشن الممكنه بالنسبه لي؟ اربع كومبينيشن 0 0 1 0 1 عفوا 0 1 1 0 1 1. بتلاحظ انه هذه اتس ذا سيم، هي موجوده انت عندك هنا وهنا وهنا. اوكي هذا بدي اعتبره الانبوت تمام. والاوتبوت انا عندي الواي، يعني بدي اياك انه انت ترسم في مخيلتك هذه المعادله انه انت عندك الواي بتساوي دبليو في اكس. اوكي طبعا هذا عباره عن سميشن زي هيك، او ممكن انت تعتبرها انه دبليو في اكس از ا فيكتور. طبعا الواي سمول لانه سنجل اوتبوت، والاكس يعني انا عندي ببساطه هذا عباره عن اكس 1 واكس 2، والدبليو كذلك نفس الشيء دبليو 1 ودبليو 2. اوكي دائما انه بدك تستخدم هذا الستاندرد في المعادلات انه الواي ما دام انه هي سمول هي عباره عن سكالر فيكتور يعني سكالر يعني فاليو واحده، بينما اكس هي عباره عن فيكتور مكونه من اكس 1 اكس 2 اكس 3 وات ايفر يعني، والدبليو كذلك انه ما دام انه هي كابيتال انت في عندك انبوت زي هيك. فالان انا عندي هي الانبوت، لما يكون انا عندي الانبوت 0 و0 في الاند بتكون هنا 0 0 0 1 طبعا عارفين هذا الكلام، والاور انه كيف شكل الاوتبوت، وفي الاكس اور بتكون انه يعني بيكونوا انه يعني انه لما يكونوا متشابهين بيطلع 0 ولما يكونوا مختلفين بيطلع 1 تمام. فبالتالي انا بدي اعتبر انه الاوتبوت انا عندي واي راح تكون 0 اذا كان حاصل ضرب الدبليو في الاكس زائد البي اقل من 0، وواحد اذا كان حاصل ضرب الدبليو في الاكس زائد البي اكبر من 0 اي قيمه. يعني لو طلعت لي 7 بدي اعتبرها 1، وهنا لو طلعت لي ماينس 3 بدي اعتبرها 0 زي هيك تمام. اوكي الان البروبلم انه انا في 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 هدول البروبلمز الثلاثه بدي احاول اطلع حاجه اسمها decision boundary. هي فعليا للنيورال نتورك هي عباره عن معادله، والمعادله هذه انا عندي في 2D بتكون عباره عن لاين، في ال 3D بتكون عباره عن بلين مستوي، وفي ال n dimension بتكون حاجه اسمها هايبر بلين احنا مش هنقدر نتخيلها اكيد بطبيعه الحال، لكن انه شيء موجود بفصل بين البيانات. ايش معنى بفصل بين البيانات؟ خليني اقفز هنا، اقفز هنا انه انا هاي عملت رسمه للدايمنشن انه اكس 1 واكس 2 تمام، والواي انا حطيتها انه هاي الواي هذه النقط، هذه القيمه صفر، هذه القيمه صفر، هذه القيمه صفر. ليش؟ لانه لونها ابيض، هذه القيمه واحد. فبالتالي انه الديسيجن باوندري وزي كانه انا بدي اوجد اللاين اللي بفصل بين الوانز والزيروز زي هيك. فبالتالي هذه واحد، هذه صفر، هذه صفر، هذه صفر، صفر للواي انا بحكي مش للاكس تمام. الاكس هنا صفر وصفر، هنا واحد وصفر، هنا صفر وواحد. اوكي الان انا بحكي على الواي انه انا بدي decision boundary او معادلة الخط المستقيم اللي بتفصل لي بين الوحايد والاصفار. انا بدي اعتبر انه الوحايد هي عبارة عن class والاصفار هي عبارة عن class تاني مختلف تمام. هذه في الاند. في الاور حلاقي انه انا عندي هنا هاي واحد 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 وهنا صفر، فبالتالي اللاين حيكون زي هيك. طبعا كيف انا ممكن اوجد اللاين؟ طبعا اللاين انت بتعرف انه 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 المعادله هذه بدي ارجع لك عليها، المعادله هذه هي عباره عن معادله خط مستقيم، والقيم هي بتحدد المناطق اللي بتقاطع فيها مع الاكس اكسس والواي اكسس وقديش درجه ميلانه.
فبالتالي زي كأنه أنت قاعد بتقول إنه أنا initially بدي أختار random weight، والrandom weight لنفترض إنه أنا طلع معايا شغلة زي هيك. خليني أمسح هذا الكلام كله. أوكي، طلع معاي شغلة زي هيك، بيجي بحسب الايرور. إيش بلاقي؟ بلاقي إنه اللي تحت اللاين أوكي كلهم كلاس واحد، لكن اللي فوق اللاين لا مشكلين. فبالتالي إنه هذا بعتبره ايرور، هذا بعتبره ايرور زي هيك. فبالتالي بقول لا، هذا اللاين مش مزبوط. شو بدنا نسوي؟ بدنا نعدل الويت. يمكن تعديلة الويت إنه تيجي زي هيك، راح اتخلت مي للخط إنه زي هيك، وخليني أمسح الخط الأول. تمام، فبالتالي إنه برضو بيجي بتطلع فوق اللاين وتحت اللاين. هل كلها بتصنف الكلاسز؟ أنا عندي لا، بلاقي إنه هنا في عندي هنا صفر وصفر، صحيح ما في مشكلة، لكن هنا صفر وواحد، فبالتالي بقول هذا اللاين لا غلط، فبالتالي بدي أعدل الويتس تبعتي وهكذا. تمام، فهي الفكرة تبعت النيورال نتورك، إنه هي اللي بدي أحاول إن أوصله من ناحية decision boundary. النقطة أنا بتمنى أنه هي تكون واضحة بالنسبة لكم. تمام، الآن في عندي problems ممكن أصنفها لقسمين: linearly separable و non-linear separable. شو معنى هذا الكلام؟ يعني linearly separable ممكن فصلهم بمعادلة خطية، non-linear separable لا يمكن فصلهم بمعادلة خطية. نرجع للxor problem. هذه زي ما انت شايف هذا اللاين خط مستقيم وبفصل الوحايد عن الأصفار، عن الكلاس تبع الوحايد عن الأصفار، وهنا نفس الشيء. لكن هنا هل خط مستقيم؟ يعني جرب اعمل خط زي هيك، لا في ايرور، هنا في عندك كلاسز مختلطة. طب ايش بدك تسوي؟ طب زود ما يلانه زي هيك. تمام، زود ما يلانه زي هيك، هتلاقي انت عندك برضو هنا مختلط. طب ايش بدي اسوي؟ فبالتالي هنا ما بنفع معاها النيورال او البرسبترون، فبحتاج ل النيورال نتورك تانية. حنصلها الان، بس بدنا يعني انه موضوع decision boundary انه صار واضح بالنسبة لنا. واضح يا شباب؟ واضح يا دكتور. تمام، طيب الحل للXOR انه احنا نستخدم النيورال نتورك مش perceptron. يبقى بدي افرق انه البرسبترون مكون من ايش؟ من نيورون واحد، لكن النيورال نتورك مكونة من عدة طبقات، مكونة من عدة طبقات. يبقى بدنا نرجع لمصطلح feed forward neural network اللي أنا شرحته يعني هنا. هاي شرحته هنا، هذه بنسميه feed forward neural network، أو ممكن نسميه multi layer perceptron. برسبترون نيورون واحد، لكن هنا مالتي لاير عدة طبقات، أو بنسميه FC Fully Connected Neural Network. تمام، أو Dense Network. هدول المصطلحات كلها لشغلة واحدة اللي هي هذا الكلام. أوكي، الآن هذه المصطلحات حتمر عليك، وخصوصا أنت عندك في تنسر فلو بتلاقي إنه ممكن يستخدم مصطلح FC وممكن يستخدم مصطلح الدنس. بتكون عارف إنه هي ببساطة شديدة هي عبارة عن مالتي لاير برسبترون، وهي عبارة عن فيد فورورد نيورال نتورك. تمام؟ أوكي، طيب فبالتالي هاي المصطلحات feed forward neural network، multi layer perceptron. تمام، بالطبقات يعني احنا ممكن نقول انه انا في عندي هنا طبقات input وطبقات للoutput، وفي انا عندي هنا hidden layers. تمام، فبالتالي هنا هاي الx انه كinput، وهي
الواي كاوتبوت، هذا بنسميه انبوت لاير. تمام، وهذا اوتبوت، اوتبوت لاير، وهذا بنسميه هيدن لاير، نرمز له الاتش. اوكي، فهذه المصطلحات صارت واضحة معايا، انه الفيد فيد فورورد نيورال نتورك هو نفسه المالتي لاير بيرسبترون، هو نفسه برضو الاف سي، برضو كذلك هو نفس الشيء. تمام، وزيد عليهم هنا مصطلح الدنس اللي حكينا عنه، دنس نتورك. اوكي، هدول الشغلات ممكن تعتبرهم انه مترادفات لبعض. اوكي، والهيدن لايرز هي عبارة عن الطبقات اللي بتكون موجودة في المنتصف. تمام، الآن الويت ماتريكس اللي هو في الطبقة الأولى بنقول XI ضرب WI، لاحظ انه ال W هذه كابيتال، كابيتال معناها في عندي W1 W2 W3 زي هيك، هنا عندي X1 X2 X3، هذا كله بعتبره الX كابيتال، وإيش في عندي هنا الـ W كابيتال. طب الويت اللي بين الطبقة هذه اللي هي الهيدن نيورونز والأوتبوت بدنا نرمز لها برمز ثاني، برضو هذه عبارة عن ويت ماتريسي، ويت ماتريكس. تمام، وبنرمز لها بالرمز U. أوكي، فبالتالي بدي إياك تقرأ هذه المعادلة، إنه الـ H، إيش معنى الـ H؟ هو عبارة عن الأوتبوت تبع الهيدن لاير، هو عبارة عن إيش؟ سيجما. إيش هي السيجما؟ سيجمويد. إيش هي السيجمويد؟ هاي يا شباب، هذا زي ما شرحت قبل شوي دكتور، السيجمويد حتخلي عنا القيم محصورة ما بين الصفر للواحد. Activation function. Activation function صحيح، هي عبارة عن حاصل ضرب الـ W في الـ X زائد الـ B. تمام؟ الآن بنيجي للطبقة التي تليها اللي هو الـ Z، الـ Output Z، هو عبارة عن إيش؟ الـ U في الـ H، هذه عبارة عن Weight Matrix الـ U في الـ H. الـ H هو عبارة عن الـ، زي ما أنا عندي الـ X هذا عبارة عن input، هنا الـ H أنا عندي عبارة عن الـ input بالنسبة لطبقة الـ Y زي هيك. تمام؟ ثواني بس. تمام، يبقى أنا عندي معادلة الـ H اللي عبارة عن بتطلع الـ value اللي بتدخل أنا عندي هنا للـ H، وهنا الـ H أنا عندي كمخرجات بعتبرها إنه input للطبقة اللي وراها. الـ H إيش بتساوي؟ أو عفوا الـ Z إيش بتساوي؟ دي هو الـ U في الـ H اللي يعتبر إنه الـ H كانبوت للطبقة التي تليها. طيب الآن الـ output تبع الـ neural network الـ Z، هذا عبارة عن real value numbers، real valued numbers. تمام، الآن احنا بدنا نطبقه في classification task،
ما يعني مش هنقدر نروح نستخدمه زي ما هو، لازم احنا نسوي نقول له probability. فبالتالي في عندي function بتعمل normalization. الفانكشن هذه شو اسمها؟ soft max. يبقى soft max هذه اسم الدالة، هذه function، تمام؟ شو بتعمل؟ بتعمل normalization. ايش يعني؟ ايش معنى normalization؟ انه بتحول real value number لا probability distribution، معنى ذلك انه كل الارقام لازم انه تقع بين الصفر والواحد ويكون مجموعها واحد. يعني على سبيل المثال لنفترض انه الزي كاوتبوت فيكتور، هذه تخيلها انت عندك واي واحد، هذه واي اثنين and so on، تمام؟ هيا تمام. الان انت عندك قيمة 0.6 11 minus 15 اوكي whatever. الان السوفت ماكس شو راح تزود؟ راح تحولتهم لبروبابيليتي، لان هدول كلهم مجموعهم واحد، تمام؟ والرينج تبعهم من صفر واحد. الان انا شو بختار؟ بروح بختار القيمة الاعلى، القيمة الأعلى. أنا بدي أجي أطلع هنا 5%، هنا 9%، 6 من 1000، 1 من 10، 74. 74 هذه هي أعلى قيمة. فبالتالي أنا عندي أنا عندي هاي الصفر، 1 2 3 4 5. فبالتالي الإندكس 4 زي كأنه بكون زي هيك، تمام؟ هنا واي 3 واي 4 اوكي. فبالتالي هذا صفر صفر صفر، هنا واحد، والبقية برضو بيكمل أصفار زي هيك، انه هذا الكلاس تبعي زي هيك، تمام؟ طيب الآن كيف بدنا نعمل ترين للنيورال نتورك هدول؟ ملخص الموضوع انه احنا في عنا feed forward in neural network أو multi-layer perceptron. في أنا عندي مدخلات الـ X وفي عندي الـ weight matrix W، تمام؟ بدنا نعمل train، بدنا نحدد إيش هي الـ weight matrix بحيث إنه الـ output أنا عندي يطلع صحيح. فبالتالي بدي أحتاج لـ training algorithm. طبعاً جوات الـ neuron شو بتم تطبيق؟ تطبيق الـ activation function. طيب الان انا عشان اعمل ترين بحتاج انه انا احسب ايرور. ايش الايرور؟ انه خليني ارجع للجدول هذا، انه لما يكون الانبوت انا عندي على سبيل المثال صفر وصفر، الاوتبوت المفروض يطلع صفر، بس النيورال نتورك ما بتطلع صفر على سبيل المثال، طلعته 0.3، تمام؟ فبالتالي في ايرور. قديش مقدار الايرور اللي هو عباره عن حاصل الطرح تبع هذول. هذا الكلام الايرور هذا احنا بنسميه هنا في النيورال نتورك اللوس فانكشن. فبالتالي هذا المصطلح برضه بده يمر عليك كثير في تطبيقات عمليه، وانه انت بدك تكون عارف اللوس فانكشن هي عباره عن الداله اللي بتحسب الايرور، تمام؟ ببساطه هي عباره عن حاصل ضرب الواي الاصليه ناقص الواي البريدكتد. طيب هذه أول شغلة نحتاجها في الترينينج. الشغلة الثانية إنه بدنا نعمل كمبيوت للجريديانت. الجريديانت هنا إحنا هنستخدم حاجة اسمها الجريديانت ديسنت. بدنا نحسب الجريديانت للوس فانكشن، وهي عبارة عن بارشل ديريفاتيف. هذه عبارة عن بارشل ديريفاتيف الجريديانت ديسنت لل W وال B على بارشال W، تمام؟ هذه المعادلات للحساب تبعتها. الآن أنا في عندي حاجة اسمها فورورد باس وباكورد باس. إيش الفورورد باس؟ إنه ببساطة إنه كل طبقة بعمل إنبوت لإلها، هاي الـ X1 X2 روح دخلت قيمها هي 3 1 -2 زي هيك، تمام؟
والطبقة هذه يعني بستخدمها عشان أحسب الأوتبوت تبع الطبقة اللي تليها. لما يطلع الأوتبوت تبع الطبقة التي تليها بستخدمه كإنبوت للطبقة اللي بعدها عشان أحسب الأوتبوت تبع الطبقة التي تليها، وهكذا لغاية لما يطلع لي الفاينل أوتبوت. تمام؟ فبالتالي إنه هذا فورورد باس، يعني إنه زي هيك. الآن الباكورد باس إنه إجينا طلعنا الأوتبوت النهائي أنا عندي في النتورك، إنه يفترض إنه يطلع زيرو على سبيل المثال، تمام؟ هذا الواي وهذه الواي ترو، تمام؟ والواي بريدكتد راح طلعت مثلا على سبيل المثال 0.3، رحت حسبت الايرور، تمام؟ فطلع انا عندي الايرور. ايش بروح بسوي؟ بعمل له باك بروبجيت، باك بروبجيت بنشره بشكل عكسي، ببعته للطبقه التي اللي وراه، الطبقه اللي وراه تبعت للطبقه اللي وراه، الطبقه اللي وراه تبعت للطبقه اللي وراه. انه خلي بالكم انا طلع انا عندي ايرور، عشان يطلع انا عندي الناتج صح صحح انت عندك، بقول انه الطبقه هذه انه اوكي ماشي، فهمنا. طيب الان انا رحت حسبت الايرور عندي، وعشان يطلع انه ما فيش ايرور برضو الطبقه التي قبلي انه لازم انه هي تعدل في الويتس تبعها، وهكذا لغايه لما نصل اول طبقه. فهاي المفهوم تبعه انه زي هيك. بدي ارجع اشرح لك اياه هنا على الرسمه على الوايت بورد، انه النيورال نتورك انه انا عندي زي هيك الطبقه الاولى، الطبقه الثانيه، الطبقه الثالثه، خلينا نعتبر انه في عندي 2 اوتبوت زي هيك، هي اكس 1 اكس 2 اكس 3 اكس 4، واحنا اتفقنا انه هي فولي كونكتد زي هيك and so on لغاية آخر طبقة زي هيك، وهنا هذه برضه متصلة زي هيك. اوكي، هي واي واحد وهنا واي اثنين. اوكي، انا في عندي تو كلاسز على سبيل المثال. فبالتالي انه الفورورد باس انه بعمل ريبريزنتيشن للانبوت هنا، الاكس واحد مثلا قيمت قيمتها 2، هذه ماينس 3، هذه 4، هذه 7 زي هيك، بضرب بالويت هنا بيطلع انا عندي اوتبوت تبع الطبقه هذه، بستخدمه عشان انه اعمل احسب الاوتبوت تبع الطبقه التي تليها، واستخدمه عشان احسب طبقه الواي، بيطلع انا عندي نتيجه في الواي. النتيجه اللي في الواي هذه بحسب الايرور، تمام، والايرور بروح بعمل له باك بروبوجيت، انه بقول انه خلي بالكم انا في عندي ايرور اجا بسبب انه المدخلات اللي عندكم الويتس اللي موجوده هنا، الماتريكس تبعت الويت اللي موجوده هنا بدنا ال هيكون في تعديل عشان يطلع انا عندي ما فيش ايرور. فبالتالي بتروح تعمل باك بروبوجيت للسيجنال، للايرور سيجنال للطبقه التي قبلها، والطبقه التي قبلها بنقول انه ماشي اوكي، برضو عشان انا يعدل الايرور عندي ما يكونش في خطا، بدي انه انتم تعدلوا الويت للطبقه التي قبلها وهنا للطبقه التي قبلها لغايه لما نصل زي هيك. فهنا كان عندي فورورد باس، وهنا انا عندي backward pass للايرور. هنا بحسب الاوتبوت وهنا بحسب الايرور. تمام. طيب في عندي تفاصيل إضافية، تفاصيل إضافية إنه أنا عندي عادة في النيورال نتورك بيصير في عندي حاجة اسمها أوفر فيتنج.
قبل ما احكي على الديتيلز هذه الاوفر فيتنج، انا حابب احكي على شغله في الجريدينت ديسنت، لانه هو اصلا شرحها في الشابتر اللي قبله، فبالتالي انه بدي انتقل بشكل سريع هنا على شابتر الجريدينت او اللينير ريجريشن. انه بدك تتخيل الموضوع انه انت عندك اللوس اللي هو الايرور، ايوه زي هيك، والهدف تبعنا انه احنا نحاول نقلل اللوس او نجيب المينيموم او الدبليو اللي بتجيب لي اقل ايرور، تمام؟ فبالتالي الجريديان ديسنت هو عباره عن ستيبس، انه انا بيكون انا عندي الايرور زي هيك، الهدف تبعي هو انتقل لخطوه يكون الايرور هنا، بعديها الدوره اللي وراها تكون هنا وهنا وهنا على غاية لما أصل لأقل إيرور، فبالتالي أنا بقرر أن أنا أوقف تريننج، تمام؟ فالإيرور بدك تتخيله زي هيك، أنه أنا إيش الهدف تبعي؟ أنه أنا بدي أتجه لقاع هذا البلين اللي أنت شايفه، المستوى اللي أنت شايفه، لأنه هنا بيكون أنا عندي أقل إيرور اللي هو W والB، وهذه عبارة عن دالة W والبي. طبعا في اكثر من طريقه الجريدينت ديسنت، مش هي الطريقه الوحيده. الجريدينت ديسنت تقدر تعتبر انه هو عباره عن نزول متدرج، يعني انا الهدف تبعي انا انزل للمنطقه هذه اللي فيها اقل ايرور، بس الاسلوب طبعا هو بينزل بشكل متدرج. كيف يعني بشكل متدرج؟ انه هو بخاف ينزل بشكل سريع زي هيك، هذه اقصر مسافه بالمناسبه. هذا الاسلوب انه انت تنزل بشكل سريع اسمه الستيبست ديسنت، النزول انه انت تاخذ المسار الاشد انحدارا. لكن الجريديان ديسنت انه انت فعليا بتروح بتنزل بشكل متدرج، بتنزل زي هيك وبتنزل زي هيك 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 لغايه لما تصل لاقل نقطه ايرور. تخيل انت معك سياره او بسكليت وانت موجود هنا، تمام، وبدك تنزل من على سفح الجبل، وسفح الجبل كان شديد الانحدار. الان لو انت نزلت دغري بتقع تتكسر، لكن انه احد اساليب انه انت تنزل بشكل امن انه انت تنزل بشكل متدرج، تنزل زي هيك 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 هيك، زي كانه فعليا انت بتتزلج على جبل شديد، لانه لو نزلت بشكل سريع صحيح تصل بسرعه، ولكن سرعتك بتكون هائله وممكن تتسبب في حادث. هي عباره عن اساليب في السيرش لاقل ايرور، والجريدينت انه ينزل بشكل متدرج gradient. اوكي، فالان احنا نرجع لوين ما كنا. اوكي، نيجي الان نحكي على details زي ما حكينا، زي ما توقفنا. الديتيلز اللي هو متعلق بمصطلح الأوفر فيتنج، بينما أصله بدي حدا فيكم يحكي لي إيش هو الأوفر فيتنج. السلام عليكم. عليكم السلام. الله يعطيك العافية دكتور. الأوفر فيتنج إنه لما لما ادرب النتورك تاعتي او الموديل تبعي، وانه اوصل لنتيجه بعد هيك يضلوا الناتج حتى بعد عمليات من التدريب يضلوا زي ما هو، او ممكن انه يتجه باتجاه عكس، انه يصير يعطي نتائج مغايره تماما للمتوقع. طيب مين بده يحاول كمان مرة؟ طيب، السلام عليكم. عليكم السلام. الأوفر فيتنج هو كمصطلح إنه أنت لما بتدرب أنت عندك النيورال نتورك، هتلاقيها في موضوع عشان نبين الفرق لازم نتكلم إحنا في الترين وفي التست، أو يعني ما بعد عملية الترين.
لما انا ببين بدرب في الاثنين بيكون عندي انه بيعطي نتائج ممتازه جدا، لكن انا لما بروح اعمل عمليه التست بيكون انه الامور سيئه، او مش بالاحرى مش هيك حتكون. يعني عمليه خلينا نتكلم فيها بمبدا الفصل. الان مبدا الفصل اللي كان في المتغيرات بيكون اكثر عموميه، لكن احنا اللي بدنا نصل له انه يكون هو الخط الفاصل بشكل ادق. يعني مثلا في المثال اللي كان قبل شويه، لو طلعنا فوق على السلايد ممكن كان نحن لو رسمنا خط، مش عارف بدها شويه الاكس اور. ممكن. طب احنا ممكن نلخصها انه لما يكون للكيس تاعتي انه بصير للسبيسيفيك كيس بيكون بيرفكت، ولا الجنرال كيس بيكون سيء. بالضبط هي هيك. او لا مش هيك حتكون. الان لو مثلا خلينا في النقاط اللي موجوده عندنا، تمام. الان لو فكرنا احنا كيف بدنا نرسم الخط اللي بده يفصل بين النقاط، ممكن الفصل يكون ومش حيزبط هيك، لانه بدنا تقريبا داتا فيها يكون اكثر من متغير حتى يبين المفهوم بشكل ادق. يعني انه عندنا الخط مش حيكون ظاهر. لكن انا حسب ما انا فهمها اللي بقدر الخصها انه الايفر فيتنج اللي في عمليه، يعني نحدد الرول او الداله اللي حتحدد عمليه الفصل حتكون جنرال بشكل كبير. في حدا ثالث ممكن يجرب؟ دكتور احمد السجل تفضل. الاوفر فيتنج انه بعض البيانات في الداتا سيت ممكن تاثر على الـ على الريزلت بتاعت الموديل هذا، انه يخلي الريزلت مش صحيح. ممكن حدا الرابع؟ احنا ممكن الدكتور يعني بالمصطلح خلاص احنا مقيفينه على البيانات اللي موجوده، لكن بالضبط يعني احنا يعني مفصلين الرول حتى انا غلطت فيها، مش انه جين القصد انه بيكون خلاص. يعني مثلا لو افترضنا انه في عندنا خمس متغيرات هن اللي بحكمن، بنروح بنحط الفانكشن اللي حتفصل بين الداتا اربع متغيرات، في حين انه ممكن احنا نعمل متغيرين. ليش متغيرين؟ لأن الأربع متغيرات خلص دائما بعطينا النتيجة، لكن لما نجيب داتا جديدة حتلاحظ إنه لا صار في شذوذ عندنا في ال. أنت على فكرة قريب كتير، ولكن إنه التفسير تبعك. أنا مش عارف أعبر، بس مش أكتر. أوكي. هو طيب. الموديل اتعلم على النويز أكتر ما اتعلم على الداتا الصح. مش بالضبط. هو متعلم. هو متعلم ومتعلم صح بزيادة. بكون هو تعلم يعني... وبعد ضل يتعلم، صار بعد ما تعلم كثير صار سبيسيفيك جدا، فبطل يزبط للحالات الثانية. صار خلص انه عقد كيس محدد، وبعد هيك صار يعطي في النتائج، يعني لو كيس ثاني بصير يعطي نتائج خطأ. الله ينور عليك. الان يعني انه الاوفر فيتنج، انه الموديل بيكون تو ماتش سبيسيفيك. شو معناته انه تو ماتش سبيسيفيك؟ انه بيكون سبيسيفيك لداتا سيت معينه. والله اجت الداتا سيت هذه بجيبها بيرفكت، اجت داتا سيت ثانيه يعني انه داتا سيت جديده بيغلط فيها بشكل كبير، بيكون اداؤه سيء، تمام. فبالتالي زي كانه الموديل بيكون حافظ مش فاهم، يعني زي كانه بعمل سبيسيفيكيشن لداتا سيت معينه، بفصل الموديل على داتا سيت معينه، ما بدور ما يعني ما مش جنرال اناف انه يطلع على الانماط العامه اللي ممكن انه هو يستخدمها في التصنيف. فعشان هيك يعني كثير من 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 اللي بيشتغلوا في المجال ممكن يقعوا في الخطا هذا، انه فعلا بيدرب موديل بيقول لك انه انا جبت موديل، يعني هذا الموديل بيرفكت، يعني نتيجه 98 بوينت كذا، تعال مثلا حطه في الخدمه، جيب انه فيوتشر داتا نفس الدومين بالضبط، جيب بس فيوتشر داتا، بتلاقي انه هو بيفشل فيها بشكل كبير، بسبب انه هو تقريبا انه زي صار حافظ الداتا سيت. يعني زي اقرب لك اياها بمصطلح ثاني، انه او بكيس ثاني، انه تخيل انه انا بدرسك الرياضيات، تمام. الآن رحت على سبيل المثال، رحت جبت لك 70 مسألة رياضيات، قلت لك إنه خلاص أنت هدول بدك تركز عليهم، فأنت
رحت حفظتهم حفظ ما فهمتهم. فالآن أنا طالما بجيب لك من هدول المسائل أنت بتجاوب جواب يعني بيرفكت، لكن إذا جبت لك مسألة فيها شوية اختلاف وبدها شوية تفكير على طول بتقول لا هذه ما بعرفش ما مرتش عليها قبل هيك، ما أخذناش زيها يعني زي ما بقوله زي هيك، فبالتالي إنه هيك الموديل بالضبط إنه بيصير إنه بتجيب له شغلة من الداتا سيت اللي هو تدرب عليها بقول لك آه أنا معاك يعني زي الفل، بجيب له شغلة بس اختلفت شوية زي هيك بتلاقي إنه بيجيب لك إيرور يعني. فهذا هو مصطلح الآن. يعني كيف أنت ممكن تقيسه؟ ممكن إنه أنت تقيسه إنه يكون عندك زي هيك تمام، إنه هذه التريننج إي بوكس. طبعا مصطلح الإي بوكس هذا أو الإي بوكس مر عليكم قبل هيك ما مرش عليكم اللي هي جولة التدريب يعني من أول ما تبدأ لحد ما تنتهي بالضبط. أوكي بس عشان أوضحها لبقية الطلاب إنه خليني إنه أوضح لك إياها هنا ببساطة شديدة جدا، إنه لو رجعنا إنه تخيلنا إنه هذه data set إنه too much small أي نعم، ولكن إنه كتير مفيدة في توضيح الكونسبت. تخيل إنه هذه هي data set تبعتك إنه ككل تمام، هذه هي data set تبعتك مكونة من 4 سجلات. الآن أنت رحت مررت في neural network هذا instance تمام وطلعت الoutput وحسبت الإيرور تمام وعدلت الويتس تبعت النيورال نتورك ورحت على الاكزامبل اللي وراه وعملت كررت نفس العمليه والاكزامبل اللي وراه كررت نفس العمليه والاكزامبل اللي وراه كررت نفس العمليه تمام. الان انه انت لفيت لفه واحده على الداتا سيت انه هو كافي في النيورال نتورك؟ لا طبعا بطبيعه الحال، فهذه بنسميها لفه او ايبوك تمام. فأنت محتاج فعلياً أنه أنت ترجع تلف كمان مرة وتعمل presentation on example لغاية لما أنه فعلاً أنه أنت تصل لأقل error زي هيك. فأنت ممكن تحتاج تلف 100 لفة 300 لفة 1000 لفة على كل الداتا سيت. فالإيبوك هي عبارة عن لفة على كل الداتا سيت. الآن كل ما لف على الداتا سيت أكثر كل ما يفترض أنه يقلل error أكثر صح؟ أليس كذلك؟ كل ما لف على الداتا سيت أكثر كل مفروض إنه هو يقول لي الإيرور أكثر، فبالتالي إنه الإيرور المفروض يكون أنت عندك زيك تمام لغاية إنه حد معين بتلاقي إنه هو استقر بعمل ستوب. الآن عشان أنت تكتشف الأوفر فيتنج بده يكون في عندك منحنيين للإيرور، منحنى للترين وبدك تعبر عنه كخط مستقيم ومنحنى للتست، او خلينا نحكي انه احنا بنقسم الداتا سيت عندي لثلاث اقسام. خلينا نقول انه يعني خلينا اكتب هذه الفاليديشن، لو بدي اقسم الداتا سيت لثلاث اقسام، جزء خلينا نحكي 70% للترين وهنا بنقسمها انه val الفاليديشن وهنا التست. طبعا انت السكور بتاخده في الاخير على هذه، لكن الفال هذه انت بتستخدمها برضو خلال التريننج انه انت بتقدر انه انت تشوف انه انت بتقع في اوفر فيتنج ولا لا. فبالتالي بدي اعمل منحنى تاني اسمه فال فاليديشن بورت يعني سيت او يعني عباره عن بورت في الداتا سيت، وبدي اعمل يعني اعمل خط مستقيم. طيب الآن أنت بتعتبر إنه أنت صار في عندك overfitting، بتلاقي إنه المنحنيين هدول مع التريننج إنه هما بيقلوا زي هيك. الآن أول ما
يبدأ يفترقوا المنحنيين هدول عن بعض، وهنا هيو صار يقيل أكتر، وصاروا هنا المنحنيين إنه يعني يفترقوا عن بعض، ساعتها بصير إنه هنا حافظ مش فاهم، هنا بصير إنه بغلط، إنه بعمل إيرور أكتر، أديني هذا هنا بصير بعمل إيرور أكتر، فبالتالي من المنطقة هذه بدأ صار في عندي overfitting، ويفترض إنه أنا كنت أعمل stop عند هاي الإيبك، هاي الفكرة في الموضوع. الآن في بعض المودلز إنه هي فعلاً محتاجة فرصة إنه هي تتعلم، وممكن إنه هي تقع في overfitting يعني بسرعة. فكيف ممكن نحنا نتجنب هذه الشغلة؟ بشغلة إنه يعني بنسميه إنه forms of regulations عشان إحنا نمنع overfitting. إيش الأكثر شغلة مستخدمة الدروب أوت؟ تمام؟ طبعاً هذا المصطلحات كلها مهمة بالنسبة لإلك، لأنه هاي في التنسور فلو سلاش توتوريالز اشتاوى. يا سلام، بيشتغل على الكروم بس على هذيك انه ما بيشتغل. طبعا ما فيش تفسير لهي الشغلات، يعني احنا دائما عندنا في الشغلات في الكمبيوتر سبحان الله ما فيش لها تفسير. على اي حال عيد التشغيل انه هنا بدي اجي في التكست، تمام، وبدي اجي هنا في التكست كلاسيفيكيشن وذ ار ان ام، تمام. لاحظ انه هنا عند المنطقه هذه هيو بنينا الموديل. لاحظ انه الموديل اللي بناه اول شيء، او عفوا الطبقه الاولى اللي حطها ايش هي؟ طبقه امبيدنج. درسناها ولا لا؟ درسناها في المحاضره الماضيه، لسه بدنا نجمع بدنا نركب هاي الاشياء كلها على بعض. الطبقه الثانيه انه حطها ك ال اس تي ام، Long Short Term Memory، هذا نوع من الـ RNN برضو حنشرحه المحاضرة الجاية. الطبقة هذه DEMS، مين يحكي لي إيش DEMS؟ شرحناها اليوم. هي البرسيبترون أو الـ Multilayer. لا مش برسيبترون، برسيبترون نيورون Multilayer برسيبترون بالضبط، هي عبارة عن طبقة FC بالضبط، fully connected أو dense layer أو إنه طبقة إنه multi layer perceptron. كم نيورون فيها؟ 64، وهذه طبقة اللي وراها فيها نيورون واحد. output هذه؟ بالضبط، لأنه هو binary classification بده يصنف إنه positive أو negative للmovie reviews. إيش الactivation موجود هنا؟ relu rectified linear unit زي الactivation يعني درسناها اليوم. اوكي وهي دكتور هي حين الريلو بالضبط ايش بتعمل هي؟ يعني هي حتعمل مابينج لايش للداتا في النهايه؟ لو نرجع بس على حاجات الاوتبوت اللي بيطلع معك، انت بدك انه يعني انه بدك تاخذ فيه قرار. يعني انت على سبيل المثال افترض انه النيورال نتورك طلعت لك مثلا ماينس 15، ايش اسوي؟ اطلع اكتيفيشن، اعمل تفعيل للنيورون الثاني اللي انا يعني متصل معاه، ولا ما اعملش؟ اخذت طلع لي مثلا ماينس 7 ماينس 3، فبالتالي زي كانه بتقسم انت عندك رينج البيانات، تمام زي هيك. هذه على فكره 10 اتش، هذه 10 اتش اللي هو اي اللي على اليسار، فهي من 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 ماينس انفينيتي. طيب هذا هو بديلك الرسمه هنا من ماينس 10، بس هو فعليا هنا من ماينس انفينيتي وهنا بلس انفينيتي، صح؟ صحيح، تمام. من ماينس انفينيتي لغاية خليني اقول لك هنا مثلا ماينس 1، تمام. الفاليو قديش بتكون؟ زيرو. قول انت زيرو بالضبط. الان بين الماينس 1 والواحد كيف شكل الداله؟ هاي هذه الخط متدرجة، يعني
ممكن انت تطلع عندك هذه الفاليو، او تطلع عندك مثلا طلعت هنا بوينت 8 تطلع عندك هذه الفاليو زي هيك الاوتبوت هي زي هيك. تمام. الان كانت اكثر من واحد خلاص بثبتها عند واحد، فبالتالي الاكتيفيشن عنده يا بيكون يا صفر يا بين الصفر يا بين الماينس واحد وواحد، انه كفاليو انه زي هيك هيا. تمام. يا تثبت عند الواحد اذا كانت اكبر من مثلا قيمه الواحد طلعت 17 18 whatever يعني. وهنا البي اللي هو الريلو اللي هو عباره عن الماكس بين الصفر والواحد، فانت بتلاحظ هنا انه ما في عندك قيم سالبه، ما عندك في قيم سالبه في الواي. لاحظ هنا انه هيو مش هذه عباره عن لينير، بس اللينير ايش سوى؟ راح لغاه. تمام. بدالة بسيطة، بس انت بتقول له انه ماكس بين الاكس والصفر، فبالتالي اتخيل الاكس ماينس 17 ايش راح يسوي؟ يختار الماينس 17 ولا الصفر؟ صفر. صفر في الماكس، فبالتالي حضلها صفر طالما انه الاكس بالماينس. اول ما صارت الاكس هيها بالموجب صارت ايش؟ رجعت لينير زي هيك. فبالتالي انه كانت قيمة الاكس مثلا 5 بياخد 5 في الواي، كانت 7 او خلينا نقول 8 بياخد 8 في الواي. فبالتالي هي عباره عن يعني زي كانه داله بتاخذ قرار انه نعمل اكتيفيشن، خلي النيورون انه يفعل، النيورون هذا يفعل النيورون اللي بعده ولا لا خليه نايم، ينبهه ولا لا. يعني زي كانه انت تخيل انه انت عندك يعني في عندك مؤثر بصري، تمام، شايف قدامك انه جايه سياره بشكل سريع، تفعل النيورونز ثانيه وتاخذ اكشن وتقوم بسرعه قبل ما تخبطك السياره، ولا تضلك ريلاكس هيك وما تاخذش ولا شيء. هاي هيك مفهوم الاكتيفيشن، يعني انه ببساطه يعني بحاول ابسط لك اياها قدر الامكان. الان الاوتبوت الحين دكتور الريلو بتكون فانكشن ثابت، يعني هي التان اتش ولا ممكن تكون لها اكثر من صيغه؟ التان اتش غير الريلو، التان اتش غير الريلو. انت عندك لغايه الان عندنا ثلاثه اكتيفيشن فانكشن، سيجمويد وتان اتش وريلو، هم الثلاثه هذول اكتيفيشن فانكشن، انت حتستخدم واحده فيهم، انت مطلوب منك تستخدم واحده فيهم. هجيت ايش هم، ايش هي الوحده؟ هي the simplest activation function perhaps the most widely used، اكثر وحده مستخدمه حاليا. هو بالمناسبه اول ما طلعت النيورال نتورك كانت السيجمويد انه هي مستخدمه اكثر شيء، تمام، بس فعليا الصوت راح، كان عندكم شباب ولا عندي راح الصوت ولا؟ لا شكله رايك عند الدكتور. صحيح راح برضه عندي عند الدكتور راح. خليل موجود ولا مش موجود؟ خليل معك الهوست. ايوه مش معي هوست. الو. الدكتور شكله فصل عنده الانترنت او حاجه. هو ليش انا هوست؟ بس انك تاني واحد دخل. يعني انا اشرح ولا
سلام تبنك عبد الله، ما عساكم بخير. الله يسلمك يا رب. لا والله كان مكسور ودينا على المستشفى. يلا ألف لا بأس، علينا السلام عليكم. الله يبارك فيك. مش عارف ايش قصتهم مع التكسير في هالكورونا، انا ابني كمان الثاني قبل فترة انكسر. عالزهق. اللقاء مسجل يا شباب. احنا بلاش بنحكي يعني. ألف سلام عليك عبد الله. الله يسلمك يا محمد، حياك الله. ما تشوفه شر إن شاء الله. أي أنس، إيش كنت تحكي؟ بقول إحنا حقتنا عملنا بروجكت عن الحاجات الجانبية اللي بتصير في التعليم الإلكتروني في التسجيل. مال الدكتور؟ ألو، أيوة السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله. ما أعرفش أنتوا سمعتوني في جزئية اللوز. كنا لآخر حاجة لعندما كنت أشرح دكتور في ال لحد الاوتبوت لاير والريلو التان فانكشن والريلو، ليش كانت اشهر واحده يعني هنا انه يعني هنا تمام، يعني انه باختصار انه بدي احاول اكرر انه احنا عندنا في الاكتيفيشن فانكشن في ثلاثه اللي هو التان اتش والريلو والسيجمويد تمام. كانت السيجمويد هي أكثر واحدة يعني مستخدمة سابقاً تمام، لكن الوضع بيتغير والأكثر واحدة مستخدمة حالياً هي الريلو، إنه هي the simplest activation function perhaps the most commonly used rectified linear unit أو الريلو. وهي المعادلة تبعتها ببساطة هي إنه linear ولكن إنه positive دائماً تمام. هذا الشرح انه اعتقد انه يعني مكان شرحته مكان صحيح تمام. الان ارجع هنا، فبالتالي انت صارت عندك هنا اكتيفيشن ريلو، عارف ايش معناته ريلو، عارف ايش معناته دنس الالاستيا، ان شاء الله المحاضره الجايه بتعرفها الامبيدنج، شرحناها المحاضره اللي فاتت. فان شاء الله هعملكم جلسه practical انه كيف انه احنا نطبق هذا الكلام عمليا. بتلاحظ انه هنا عم يستخدم اللوس. ايش هو اللوس؟ انه انا بدي احسب الايرور تمام، وهيك انه بدا يدرب في النيورال نتورك تبعته. نرجع هنا لموضوع الاكتيفيشن فانكشن، عفوا لموضوع ال لموضوع الاوفر فيتنج. الاوفر فيتنج فعليا انه اول ما المنحنية تبعت الفاليديشن و الترين ايرورز انه بيبدوا يتفرقوا عن بعض، معنى ذلك انه انت وصلت ل يعني وصلت لموضوع الاوفر فيتنج، فبالتالي يفترض ان انت تتوقف عند النقطه هذه تمام. واحد الطرق ان انت تمنع اوفر فيتنج دروب اوت. الدروب اوت ببساطه انه كل ما النتورك بتحاول انه هي تتجه باتجاه الحفز مش الفين،
زي كأنه بتروح بتعمل دروب للويتس تبعتها، زي كأنه بتفركش للتريننج تبعها بحيث إنه هي تعطيها فرصة فعلا إنه هي تتعلم تفهم، ما يعني إنه ما تحفظ، يعني إنه ممكن أحكي لك إياها ببساطة شديدة زي هيك، يعني هاي المنطقة تبعها. فالآن ممكن تلاقيها هنا إنه هنا في درس انت عندك في اللي هي الاوفرفيت والاندرفيت، وتلاحظ انه هنا انه بده يمنع الاوفرفيتنج، اي استراتيجيز تو بريفنت اوفرفيتنج، وانا بستخدم ريجوليشن، وهنا بروح بستخدم الدروب اوت. والدروب اوت يعني ببساطة جديدة انه زي كأنه انت بتضيف طبقة، انت عندك يعني انه دنس طبقة الدروب اوت، دنس طبقة الدروب اوت، وهنا عندك probability زي هيك. فبالتالي انه بيدي فرصة اكتر انه النتورك تفهم مش انه هي تحفظ. اوكي، فالدروب اوت لاير هو بعمل فعليا دروب للويتس بشكل عشوائي ببروبابيليتي معينه، هاي الفاليو تبعتها، بحيث انه يمنع الويتس او يعني اتجاه الموديل انه هو يحفظ، يعني انه يروح انه بتعديل الويت باتجاه معين، فبالتالي كانه بفركش التريننج تبعه. اوكي، هيك بنكون خلصنا كل الشغلات المتعلقه بالنيورال نتورك والديب نيورال نتورك وكترينينج وكحساب الايرور ومنع الاوفرفيتنج. الان بدنا نيجي لموضوع جديد اللي هو النيورال لانجويج موديل. اوكي، الان اول يعني دكتور، بس قبل في شاب بحكي الباسورد تبعته غلط، الباسورد بكتب له غلط تبعت الزوم، شكله تغيرت اشي. ايش يا استاذ؟ في شاب بحاول يفوت فبقول له الباسورد غلط. بيكون هو ماخذها في سبيس زياده او حاجه زي هيك، يعني حاول ياخذها انه بدون ما يكون في سبيس زياده او شغله زي هيك. هي صارت معي أنا تقريبا الرابط، أيوة عن طريق الرابط يعني أفضل، فدخل معي. بس هاي الشباب بعثوا له الرابط. تمام. تمام. طيب، تطبيقات للنيورال لانجويج موديل. اللانجويج موديل الهدف تبعها إنه أنت فعليا تعمل بريدكت للأبكامينج وورد فروم براير context، يعني زي ببساطة إن أنا باجي بحكي أنا عشان أعطيني شو next word. شو next word يا شباب؟ يمكن سفن للدم، مش مية يعني. أوكي، يعني أنا في عندي شغل أكثر من شغلة ممكن نعملها prediction، فبالتالي إنه منها انه الموست بروبابل انه انا عطشان بدي اشرب مية او بدي مية زي هيك. فبالتالي هذه لها تطبيقات كتيرة في كتير من الشغلات، يعني بتستخدم في السبيش ريكوجنيشن، لانه في السبيش ريكوجنيشن انت على سبيل المثال لما اجي انا احكي يعني بدي ابحث عن شغلة معينة، كيف هو الطقس اليوم؟ تمام؟ فبالتالي إنه هذه الكلمة إنه يعني إنه السياق تبعها لما أجي أحكي الطقس وإنه بيعمل بريدكت للكلمة هذه، إذا كان الصوت تبعها مش واضح كتير فبالتالي بروح بستخدم السياق وبروح بجيب إيش الكلمات اللي الأصوات تبعتها مطابقة لليوم، وبروح بعزز هذه الشغلة باللانجويج موديل، بقول إنه أكيد إنه هو قاصد هذه الكلمة زي هيك. تمام؟ هذه شغلة. الشغلة الثانية إنه أنت لما تيجي في البريد الإلكتروني
على سبيل المثال وتروح تكتب رسالة أي رسالة جديدة أوكي وتيجي هنا في نص الرسالة تحكي Hello I hope أو إنه How are you? How are you doing? شايف كيف عملها predict؟ شايفينها باللون الباهت؟ لأن أول ما عمل tab على طول راح عملها إنه please find the report attached لحاله على طول عمل predict لل next word. فهذه فيها تطبيقات كثيرة. كذلك إنه أنت على سبيل المثال في الواتساب أو في أي مسج إنه تحاول إنه أنت تكتبها بناء على الانبوت تبعك على طول بروح بيقترح لك إنه جواب معين. فبالتالي إنه أنت بتجدها في كثير من البريد إنه زي هيك. فبالتالي إنه على سبيل المثال هذا البريد أنا بأمل إنه يكون في عنده رد تلقائي مش موجود هنا. الرد تلقائي مرات أنت بتلاقيه هنا في البريد تحت إنه على حسب إنه شو طبيعة إنه البريد. فبالتالي موضوع البريدكشن إنه مستخدم بشكل كبير في اللانجويج موديل وإله تطبيقات عديدة. لكن السؤال الآن كيف نعمل بريدكت لللانجويج موديل أو كيف نعمل بريدكت للنكست وورد باستخدام النيورال نتورك؟ ببساطة جديدة جدا جدا إنه إحنا بدنا نستخدم عدة طبقات. أول طبقة بدنا نستخدمها طبقة الإمبيدينج. شو الأهمية تبعتها؟ لو سألتك إنه على سبيل المثال خد لي هاي الجملة I have to make sure when I get home to feed the cat. الآن أنت لو بنيت اللانجويج موديل بدون embedding في ساعتها إنه خلاص لازم أنت تعمل إنه هذه تعمل بديك دائما طول عمرك الكات، مع إنه ممكن يكون السياق إنه أنت في عندك شغلات كتيرة مرادفة للكات تمام. فبالتالي هنا إذا ما كانتش الـ word dog موجود على عندي في التكست اللي أنا عملت عليه training أو بناء لللانجويج موديل، فبالتالي هنا دائما حيعملني يعني يستخدم لك هذه الورد في البريدكشن. لكن النيورال لانجويج موديل إيش حيسوي؟ حيقدر يعمل إنه الكات والدوغ في لهم embedding يعني بيشبهوا بعض نوعا ما في الامبيدنج فيكتور انه هم مثلا على سبيل المثال بيتس. فبالتالي انه ممكن يدي لك هاي probability للدوغ والكات، فبالتالي ممكن يقترح لك التنتين. لكن الانجرام لانجويج موديل دائما خلاص استكت بانه كات دائما خلاص انذكر في النص كات ما عندوش القدرة انه هو يربط المعنى الكلمات مع بعض ويجيب انه ايش الشغلات المرادفة للكات او المقابلة للكات انه ممكن انه احنا نستخدمها. اوكي ايش يا استاذ في حدا بده يسأل؟ بدي اسأل دكتور، هل ممكن في بعض حالات يكون الانجرام يعني على الرغم من ميزة الامبيدنج يعني انها بتجيب العلاقات ما بين الكلمات، هل ممكن في بعض الحالات تكون الانجرام افضل من الامبيدنج؟ لا. ولا لا اداء الانجرام اتس بروفد انه افضل، عفوا اداء الامبيدنج انه اتس بروفد انه هو افضل. انا قصدي في سام كيسز يعني هل مثلا في حالات انه مثلا يعني حسب خبرتك دكتور يعني انه مثلا في ناس في كيس معينه كانت عندها انها فضلت الانجرام في الكيس الخاصه فيها
عن الامبيدنج، ولا الغالبية دائما مع الامبيدنج؟ يعني ممكن يكون البريفرنس للانجرام لانجويج موديل انه بدك انه مثلا شغلة اخف، بدك شغلة انه يعني سمول موديل، وانت عندك الفوكابلري فيكست ما فيش فيه اختلاف، فبالتالي ممكن في الفويس كوماند سيستم ممكن انه يكون في افضلية للانجرام موديل. لكن اذا انت بدك لانجويج موديل فعلا انه تستخدمه في تطبيقات زي الاوفيس او تطبيقات البريد الالكتروني او انه في السبيش ريكوجنيشن، فالافضل انه انت تستخدم النيورال لانجويج موديل. اداؤه يعني سيجنيفيكانت، يعني في جامب كتير عالية في الاداء تبعه اكيد بطبيعة الحال، وهذا انه اتس بروفد في تطبيقات عديدة في السبيش وفي الترجمة وكل الأمور هذه. بس أنت حكيت دكتور إنه مثلاً في الكوماند موديل ممكن الأنجرام يكون أفضل لأنه الكلمات فيكسد، يعني فغالباً إنه أنت بدك إياه يكون موجه على الكلمات اللي تم التدريب عليها، يعني حتى لو الصوت شوي مختلف لا، لكن في النهاية يروح باتجاه هذه الكلمات. هي المشكلة مش في الصوت، المشكلة في يعني المشكلة في الصوت أنت بتدربه على سبيكر إنديبندنت، إنه أنت بتدخله في الترينينج إنه أكتر من سبيكر إنه هو يحكي لك الكوماند. لكن أنا بحكي لك إنه مثلاً إنه close the door أو open the door، تمام؟ فبالتالي الفوكابلري it's fixed، مش هحكي له طبعاً بطبيعة الحال، مش مطلوب منه إنه أنا يتعرف على مثلاً open the window إذا كانتش الويندو داخله في الكنترول سيستم اصلا، عرفت كيف؟ فبالتالي انه انت بدك شغله انه خفيفه. طبعا اللانجويج موديل الانجرام لانجويج موديل اخف كحجم وكسرعه من النيورال لانجويج موديل. انت بدك مثلا تركبه على موبايل ديفايس او تركبه على شغله زي هيك، فبالتالي هنا بتكون الافضليه في البرفورمانس للانجرام لانجويج موديل، مش انه بسبب موضوع انه انت عندك المتحدث انه لا بيقدر انه هو يتعرف على المتحدث او لا هذا موضوع تاني. موضوع انه لما يكون في عندك مالتي سبيكر، يعني بدك شخص واحد انه هو يحكي لك الكوماند خلاص بتدرب عليه، بدك عدة اشخاص ساعتها بتدخل مالتي سبيكر في الترينينج وبتدخلهم في السبيش ديتا تبعتك. لكن انا بحكي في اللانجويج موديل في عملية الديكود. إيش هي عملية الديكود؟ إنه ماشي اتعرف طلع لي الأصوات، يعني على سبيل المثال طلع لي دور، طلع لي مثلا على سبيل المثال فور، هدول كمقاطع صوتية تشبه بعض دور وفور. الآن كيف بدي أحدد إنه هذه أحسن من هذه أو هذه أصح من هذه؟ حسب السياق، صح؟ والسياق من وين بدك تجيبه؟ من اللانجويج موديل. وايش في عندك لانجويج موديل؟ انجرام، تمام، ونيورال. والله انت بدك مثلا حاجه خفيفه ولايت وانه سرعتها كبيره في الذاكره، ممكن الانجرام يتفوق. لكن انت بدك مثلا شغله ادق وتستخدمها في تطبيقات، مش زي الكوماند مثلا، مش زي الفويس كوماند وتستخدمها في تطبيقات زي ما ورجيتك في البريد الالكتروني حاليا، او تطبيقات متعلقه بالترجمه، يعني انه انت تيجي تحكي انه في الجوجل ترانسليت انه هو كيف بيحدد انه الكلمه هذه ترجمتها هذه. طبعا من السياق، كيف بيحدد السياق؟ اللانجويج موديل. فبالتالي لا، ساعتها انه النيورال لانجويج موديل اتس بروفد من خلال الليتريتشر انه اداؤه افضل بكتير. هذا كلام معروف، تمام؟ وضحت البوينت انه الانجرام قد يتفوق في موضوع البرفورمانس، سرعه البريدكشن، مش انه بيدي بريدكشن افضل. لكن من ناحيه انه البريدكشن الافضل مين افضل؟ النيورال language model، وهذا it's approved في literature في task عديدة في natural language processing. أكيد أفضل بكتير neural language model، إنه أفضل بكتير. هو تمام دكتور، هو يمكن الإشي اللي أنا كنت بدي أسأل عليه في موضوع الكوماند، فهيت الفكرة إنه يعني زي ما أنت تفضلت إنه ممكن يكون الأنجرام في هذا الحالة أفضل، لأنه في النهاية كلمات fixed
اللي مفترض يتعرف عليهم او مفترض انه يعملهم سجستشن. نعم تمام. يبقى هنا في النيورال لانجويج موديل بدنا ندخل موضوع الامبيدنج. وايش السبب؟ السبب انه بده يكون انت عندك الموديل عنده القدره انه يقول انه والله الكات هدول والدوغ عباره عن سيميلر، لهم سيميلر امبيدنج، فبالتالي بدخلهم انت عندك في البريدكشن زي هيك. تمام. الشغله الثانيه انه كيف بدنا نبني الشبكه. بدنا نرتب الشبكه بهذا الشكل، انه انا بدي اخذ ويندو، والويندو انا عندي من ثلاث كلمات. تمام. انه انا بدي اعمل بريدكشن للورد تي، ايش بدي اخذ؟ بدي اخذ الكلمات اللي قبلها تي ماينس 1 تي ماينس 2 تي ماينس 3. تمام. هذا الكلام انا بروح بعمله زي ما شفنا المحاضره الماضيه كيف احنا كنا نعمل الويندو. كل مره بنروح نعمل ازاحه على اليمين وباخذ ويندو، اعمل ازاحه على اليمين وباخذ ويندو زي هيك. فبالتالي هنا هول ان ذا جراوند دير ليفت. الان الكلمات انه انا الكلمه دا بعملها انكود لورد 35 او بالاحرى الرقم 35، انه انا بتعامل انه هذه الورد از انديسيز. تمام. يعني طبيعه الحال انه انت يعني النيورال نتورك ما يعني بتحب الارقام، ما بتحب انه هي تتعامل مع كلمات، مع تكست. فبالتالي شو الحل؟ الحل انه احنا نعمل ديكود لهدول الكلمات انه as numbers. متخيل الامر كيف؟ متخيل الامر كيف انه احنا ممكن نعمل هاي الشغلات من خلال ديكشنري؟ يعني ببساطة شديدة جدا. اوكي. يمكن زي ترقيم يعني في النهاية، بحصر كل الكلمات اللي موجودة بالضبط، كل كلمة بعطيها رقم. نعم. لنفترض أن أنا في عندي تكست ساوي يعني ناخذ random بدي اياه هنا plain text، بختار language English، هنا بختار جو. شايف هذا التكست كله زي هيك، فأعلمه بحطه هنا. في هذه الحالة بدي أحطه as a triple quote. زي هيك. تمام. كم حرف فيه؟ ببساطة اثنين للتكست، 3760 حرف. كم كلمة؟ بعمل split التكست في 577 كلمة. طب كم كلمة يونيك؟ بختار هنا انه انا بحوله as a set، وبالتالي في 400 كلمة، 435 53 كلمة. يعني في تقريبا حوالي أكثر من 100 كلمة مكررة أنا عندي في هذا النص. تمام. الآن كيف بدك إنه أنت تبني الـ يعني هنا word index بتحطه as a dictionary. هيك أنا عرفت dictionary فاضي، أو إنه يعني زي ما تعودت إنه هاي dictionary فاضي، ف word in word or text dot split. الآن بفحص إذا هذه الكلمة إحنا مرينا عليها سابقا، خلاص
ما بعملش ولا إشي. لكن إذا كانت كلمة جديدة فهتها بدي أديها إندكس جديد. تمام؟ فبالتالي إنه ممكن إنه إحنا نعرف الindex value تساوي صفر، وهنا بنحكي إنه إذا ال word and word index new عم نعمل شيء else. طبعا ممكن يصير optimization لهذا الكود أفضل بكتير زي من هيك. فبالتالي بروح بضيف هذه الوورد هذه، تمام؟ ايش بتساوي؟ اللي هو الفاليو اللي هو الاندكس فال، والاندكس فال بنروح نعمل له انكريمنت. اوكي، ساعتها خلينا نشوف الديجي مع النص كيف شكله. هاي شكله زي هيك. فبالتالي عندها كلمة all 318 m 70 m. ما هو برتب لك إياه إنه alphabetical زي هيك. فعشان هيك أنا ممكن أحسن هذه الشغلة إنه أنا هنا إنه أعمل هنا إنه عدد الكلمات دوت لور ل 419، فبالتالي إنه قلت أكثر. وهنا وبالتالي انه هذه الكلمه الاندكس تبعها كذا. الان انه على سبيل المثال بدك كلمه معينه بدك كلمه معينه كلمه ذا، ايش الاندكس تبعها؟ 318. كلمه جو مثلا او ات 71 زي هيك. فبالتالي يعني هاي ببساطة إنه أنت يعني عندك هذول كل الكلمات أنت حولتهم لأرقام، تمام؟ فبالتالي النص هذا أنت حولته لأرقام بهذا الشكل، فمن خلال هذا الديكشنري. فبنرجع هنا، فأنت فعليا إنه هنا وورد 35، وورد 9925، هنا وورد 45000 زي هيك، تمام؟ أول طبقة طبقة الإمبيدينج، تمام. راح لاحظ هنا انه الويت ماتريكس W، تمام. وبعدين انا عندي الهيدن لايرز هنا، لاحظ انه هنا هذه اليو ماتريكس هذه عباره عن برضه ويت ماتريكس، وهي الاوتبوت Y1 Y2 لغايه الواي في. ايش الفي؟ اللي هو الفوكابلري، تمام. يبقى الفوكابلري تبعي انه انت عندك لانجويج موديل كم كلمه انت عندك بدك تعمل بريدكت لقديش يعني شو الكلمات تبعتك. هذه احنا حسبناها هي هنا. نفترض انه النص تبعي هي، يبقى الفي انا عندي حتكون 500، او الفي خلينا نحسبها انه بعد ما احنا حسبنا اللور انه انا عندي 500 اليونيك ووردز 419. فبالتالي هذه الفي، كل ما كبر النص اكثر كل ما كانت انه الفي اكثر، اللي هو عدد الكلمات عدد المفردات، تمام. طبعا بدون تكرار، هي المقصود فيها بالفي، تمام. فالان من Y1 لغايه YV لقينا انه صار اكتيفيشن ل Y41، إنه هذا واحد والبقية هنا أصفار 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 زي هيك.
طبعا واي 41 عفوا واي 42 اللي هي عباره عن الوورد 42 اللي هي اصلا الديكود تبعها ليفت زيك تمام. فهي ترتيب الشغله زي هيك. فبالتالي انت بترتب الاشي هذا كويندو. انت عندك الانبوت هنا W يعني أربعة يعني عفوا ثلاثة input تمام وبتدخلهم على neural network والoutput انت عندك V output وبيعمل لك predict لوحدة منهم اللي هي عبارة عن next word زي كأنه انت بدك تقيس انه probability للWT given that انه vocabulary 42 given that انه W T minus 3 T minus 1 T-2, T-1 اللي هو الـ prior words أو الـ preceding context. فبالتالي هذه أعلى probability هيها أعلى probability. فبالتالي هنا بالـ softmax لما طلعت وحايد واحد والبقية كله أصفار تمام؟ طبعاً مفهوم الـ one-hot encoding لنفترض إنه الكلمة اللي بده يعملها prediction مثلاً toothpaste تمام؟ وافترض انه عندها الاندكس 5 فبالتالي انه في الون هوت انكودينج كمصطلح يمكن تمر عليك الون هوت انكودينج في الماشين ليرنينج لكن هنا انه في الكلمات انه المصطلح تبعه مختلف شويه نوعا ما في شويه اختلاف. فبالتالي كل الوردز او كل الاندسيز بتكون زيروز ما عدا الاندكس 5 اي واحد زي هيك. طبعا هذا هي 1 2 3 4 5 لغايه V. فبالتالي هذا عبارة عن فيكتور للأوتبوت وقديش الدايمنشن تبعته V زي هيك. الآن الرسمة هذه إيش نضاف لها تفصيل؟ هنا الرسمة اللي وراها بس الـ E هاي يعلم لك عليها أنا بالأصفر. فبالتالي في الترينينج إنه الـ E نفسها هذه برضو هي عبارة عن يعني راح تدخل في التريننج. يعني الامبيدنج هذا اللي احنا دخلناه مش احنا دخلنا انه انا بدي ادخل الامبيدنج. الامبيدنج هذا اللي احنا دخلناه برضو حيعمل تريننج مع البريدكشن كله التنين هذا كله سوا بيعمل تريننج. فبالتالي هنا انا عندي ايش البراميتر E W U تمام. فهدول البراميترز اللي انا محتاج هدول الويتس اللي انا محتاج ان انا اوجدهم. وهذا الكلام انه هيو محطوط هنا كستيب. فبالتالي هنا select tree embedding for from E multiply by W multiply by U apply softmax بطلع لي انا عندي الاوتبوت. وهذه هي المعادلات بالتسلسل. بحسب الE بالاول بعدها بحسب الH بعدها بحسب الـ Z وآخر حاجة بحسب الـ Y. لاحظ هنا إنه هيو دخل الـ E انت عندك هنا وهنا الـ H هيو داخل هنا وهي الـ Z داخل في الـ softmax max عشان تحسب الـ Y تمام؟ فبالتالي إيش هي البراميترز اللي انت محتاج تعملها training؟ الـ E والـ W والـ V واليو عفوا والبي اللي هو البايس. طب ايش بدنا نستخدم؟ بدنا نستخدم الجريدينت ديسنت نفس الالجوريثم زي الباك بروبوجيشن. بدل ما كان انا عندي دبليو بس تمام دخلنا باراميترز ثانيه وبقدر انه هو يعملها اوبتمايزيشن. ونفس الالجوريثم اللي هو الباك بروبوجيشن الجوريثم بقدر انه هو يوجد لي الايرور. وهيك ببساطه انه قدرنا نستخدم الـ Neural Network كLanguage Model ببساطة شديدة جداً جداً. إنه يعني كيف إنه أنت ممكن تستخدم الـ Neural Network ببساطة إنه مجرد إنه أنت تعمل Arrange للـ Input والـ Output تمام؟ Arrange للـ Input والـ Output. الـ Input إحنا كيف رتبناها هي عبارة عن سياق ثلاث كلمات والاوتبوت هو عبارة عن كل المفردات تبعتي والمطلوب انه يعمل لي اكتيفيشن لوحدة منها هي حتكون الكلمة الرابعة اللي بدنا نعملها بريدكشن. ايش الطبقات اللي استخدمناها؟ استخدمنا طبقة وورد امبيدنج وبعديها طبقات نيورال نتورك عادية. فهذا هو النيورال لانجويج موديل الام لانجويج موديل ان الام هي عبارة عن نيورال
language model. هيك احنا بنكون خلصنا هذا الباب باختصار. احنا شفنا ايش هي النيورال يونتس، وشفنا انه هي inspired originally من الهيومن نيورونز اللي موجودة في دماغه، تمام. وشفنا مصطلح الفولي كونكتد الافسي والاف اف النيورال نتورك او المالتي لاير بيرسبترون، هي عبارة عن مجموعة من الطبقات، تمام. طبعا الباور تبعت النيورال نتورك زي الباور تبعت البيولوجيكال نيورال نتورك، انه هي قدرتها على الابيليتي انه تيجي من قدرتها على انه هي تتعلم، اوكي. طبعا ايش الالجوريثم اللي احنا بنستخدمه في التعلم؟ اشهر الالجوريثم، مش هو الوحيد بطبيعه الحال، هو الجريدينت ديسنت او النزول المتدرج، انه انت بدك تنزل لاخفض منطقه. اخفض منطقه هي تمثل انه المنطقه اللي فيها اقل ايرور، تمام. وشفنا كيف انه فينا عندي فورورد باس وباكورد باس، والايرور باك بروبجيشن بيجي في الباكورد باس، انت بتعمل انه باك بروبجيت للايرور عشان يعمل ادجستمنت للويف. شفنا اخر حاجه للنيورال لانجويج موديل، وشفنا تطبيقاتها العديده، وشفنا كيف انه احنا نرتب النيورال نتورك عشان نستخدمها في اللانجويج موديل، وشفنا اهميه الامبيدنج في الموضوع. ممكن انه هي تكون pre-trained او ممكن انه or can be learned. هذه اهم نقطة انه انت ممكن تركز عليها. الطبقة هذه هنا الامبيدنج، هذه بتكون انه pre-trained، انه انا عملت لها training برا وجيت ركبتها هنا لوحدها، جيت ركبتها هنا يعني بدون ما انه نعملها training. لكن هنا مدام حطينا فيكتور للماتريكس، عفوا فيكتور للويب، معنى ذلك انه هي حتدخل هنا في موضوع التريننج. وهذا الكلام برضو ممكن نحن نجربه عملي، انه احنا ندرب وورد امبيدنج موديل لوحده، تمام، او انه ندخل الوورد امبيدنج وندخله هو برضو من ضمن البارامترز انه يتعلمها. فبالتالي هنا هذا الملخص بالنسبه للوورد امبيدنج، انه ممكن يكون بري تريند او كان بي كان learn embedding from scratch في عملية بناء language model. وشفنا تطبيقات language model في العديد من التطبيقات، وشفنا إنه الأداة تبعها أفضل بكتير من anagram language model، بسبب إنه نقدر إنه إحنا ندخل طبقة embedding اللي بتقدر يعني تحسب السيمانتيك إن صح التعبير من الكلمات. هيك بكون خلص الباب هذا، وإن شاء الله الباب الجاي يعني مش هندخل في البارت اوف سبيش، بدي أرجعك هنا على بنروح إن شاء الله على sequence processing with recurrent neural network. إن شاء الله هناخد recurrent neural network. هيك بكون خلصت محاضرتنا اليوم. نظام إذا في باقي عندكم أسئلة أو استفسارات. حياك الله دكتور. الله يعافيك. يعطيك العافية دكتور. الله يعافيكم يا رب. يعطيك العافية دكتور. الله يعافيكم يا رب. طيب. اوكي انا شفت البروجرس تبعكم على الهاكر رانك في الغالب، يعني في ناس كتير انه يعني وضعها كتير ممتاز وانه جايبه النجم المطلوبه وحتى اكثر كمان، بس في ناس للاسف مش مسلمه لغايه الان. فيا ريت انه تسلم بالبروفايل تبعك على الهاكر رانك، ولازم انه تتحسن حالك في البايثون، او اذا انت اوريدي يعني كويس في البايثون حاول انه انت تحصل النجمات وتسلمني هذه الشغله عشان تسلم بقيه الواجبات. ان شاء الله حيكون في طرح المحاضره الجايه انه في واجبات اخرى ان شاء الله. طيب هيك
خلينا ننهي اللقاء، يعطيكم العافية جميعا وبارك الله فيكم ونراكم على خير إن شاء الله. حياكم الله.